قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة سباق الأنجال بمشاركة أنجال سموه الكرام سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد الخليفة. جاء ذلك ضمن بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بدعم من شركة نفط البحرين بابكو ومركز البحرين للمجوهرات وتكنوجيم، بالإضافة إلى رعاية الشركات والمؤسسات للموسم الجاري. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على توجيه الفرسان في السباق الممتد لمسافة 40 كيلومتر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المشاركة في سباق الأنجال يأتي امتدادا للخطة التي تم وضعها في زرع حب رياضة القدرة في نفوس الأنجال من أجل تأهيلهم وتطوير مستوياتهم الفنية والمهارية في قيادة الجياد والمشاركة في مختلف البطولات التي يتم تنظيمها، حيث يعتبر الفرسان الصغار هم نواة المستقبل لرياضة القدرة البحرينية، ومن الواجب الوقوف إلى جانبهم وتشجيعهم والسير خطوة بخطوة معهم. هذا حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد على متابعة أنجال سموه في الفحص البيطري بعد ختام السباق، حيث شكل هذا الدعم والمتابعة حافزا كبيرا للأنجال في تحقيق كامل النجاح في السباق. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أنجال سموه الكرام المشاركين في سباق الأنجال، حيث قام سموه بتتويج سمو الشيخ هشيمة بنت ناصر وسمو الشيخ حمد بن ناصر وسمو الشيخ محمد بن ناصر وسمو الشيخ حمدان بن ناصر، إضافة إلى تتويج عدد من الفرسان والفارسات.